مشاهدينا الكرام، صباح الخير على حضراتكم في كل مكان. تحياتي لحضراتكم في حلقة جديدة من صباح اون تايم، على مدار ساعة ونص متابعة مناقشة تحليل لأبرز وأهم الأخبار والموضوعات الرياضية، وبطبيعة الحال متصدر المشهد كأس السوبر المصري المقام في الإمارات الشقيقة، وأحداث كتيرة والانطلاقة امبارح اللي كانت مليئة بالإثارة. بكل تأكيد هنكون بنتناول تفاصيل كتيرة جدا في حلقتنا عن اللقاءين اللي تابعناهم امبارح، واللقاء ايضا المرتقب قمه جديده هنكون بنتابعها باذن الله، المباراه النهائيه يوم الخميس. كل هذا واكثر في حلقتنا النهارده في صباح اون تايم. نبدا كلامنا على طول طبعا مع الحدث الاهم، بطوله كاس السوبر المصري، واللي انطلقت امبارح في دوله الامارات العربيه الشقيقه، واقيمت مباراتي الدور نصف النهائي. الاولى طبعا جمعت ما بين الزمالك وبيراميدز، وانتهت بتاهل نادي الزمالك بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجه 5-4 بعد التعادل الايجابي بهدف لكل فريق. المباراه الثانيه جمعت ما بين النادي الاهلي وسيراميكا كيلوباترا، وانتهت بتاهل النادي الاهلي بعد الفوز بهدفين مقابل هدف، علشان يبقى نهائي كاس السوبر المصري ما بين القطبين الكبيرين الاهلي الزمالك. ده ان شاء الله هيكون يوم الخميس اللي جاي على ملعب محمد بن زايد. مباراتين الصراحه يعني كانوا ليهم اثاره وطبعا متابعه كبيره جدا، حضور جماهيري كان عظيم داخل المدرجات في الملعبين، ودي طبعا حاجه لازم نشيد بيها سواء في ملعب النهيان ومحمد بن زايد. التزام جماهيري وكالعاده كامل في الماتشين، صوره حضريه دايما بنكون بندعمها وبنأمل ان هي دايما تكون واصله عن الجماهير المصريه، ويكونوا يعني وجه مشرف دايما لبلدنا من خلال الالتزام الكامل في حضور المباريات بشكل عام. وطبعا امبارح تابعنا حضور المباريات من قبل الجماهير سواء الاهلاويه او الزملكاويه، وعائلات واسر وكل يعني الفئات المختلفه كانت حريصه ومتواجده وتقدر تكون بتتابع اللقاءات من داخل المدرجات. اعتقد كمان المباراه اللي جايه يعني هيكون في يعني تلاحم كبير جدا من قبل الجماهير الاهلاويه والزملكاويه ان هم يكونوا بيحضروا المباراه من داخل المدرجات. ولكن خلونا ما نسبقش الاحداث ونتابع مع حضراتكم بس تفاصيل اللقاءين امبارح، ونبدا مع المباراه الاولى، المواجهه المثيره اللي كانت على مدار 90 دقيقه ما بين الزمالك وبيراميدز، مواجهه خارج الخطوط بين الثنائي البرتغالي جوزيه جوماز مدرب نادي الزمالك وكرونسلاف يورشيتش مدرب بيراميدز. نادي الزمالك بدأ المباراة بتشكيل ضم في حراسة المرمى محمد عواد، قدامه محمود بن تايك، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، ثم محمد شحاتة، زياد كمال، عبد الله سعيد، ناصر ماهر، مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري، أحمد مصطفى، زيزو. في المقابل بدأ بيراميدز بتشكيل ضم في حراسة المرمى أحمد الشناوي، قدامه أحمد سامي، محمود مرعي، محمد حمدي، محمد الشيبي، خط الوسط مهند لاشين، رمضان صبحي، إبراهيم عادل، ثم صديقي جولا، بلاتي توري، وبستون مايلي. بداية الهجوم كانت عن طريق فريق بيراميدز، واللي شكل خطورة على مرمى محمد عواد، وبسرعة في الدقيقة 14 قدر رمضان صبحي يكون بيعمل اسيست، بيسجل طبعا نجم الكرة المصرية بإذن الله القادم إبراهيم عادل الهدف الأول اللي بيترجم في سيطرة بيراميدز على أحداث المباراة. لكن العودة الزملكاوية كانت سريعة تحديدا قبل نهاية الشوط الأول في الدقيقة 41 من اسيست، وقبل مراوغه من ناصر ماهر المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، واللي سجل التعادل لنادي الزمالك واللي بيه انتهى شوط المباراه الاول. الشوط الثاني بعد 7 دقائق نجح بيراميدز في الحصول على ركله جزاء عن طريق عرقله صديق جولا، سددها رمضان صبحي في القائم، ويعني كان في طبعا سوء حظ للاعب. بعدها حصل اكثر من تغيير في الفرقتين، نزل كونراد ميشالاك بدلا من مصطفى شلبي في الدقيقه 71، ونزل شيكابالا وخرج ناصر ماهر، ونزل ناصر منسي وخرج سيف الدين الجزيري في الدقيقة 83، ثم محمد حمدي وخرج زياد كمال في الدقيقة 96، وده كان لنادي الزمالك. الناحية الثانية والتغييرات، فريق بيراميدز دفع المدرب يورشيتش بيوسف أوباما مكان رمضان صبحي، مصطفى فتحي مكان إبراهيم عادل، ده كان في الدقيقة 77، ثم أحمد توفيق مكان مهند لاشين في الدقيقة 80، وأخيرا نزول كريم حافظ مكان صديق أجولا، وعبد الرحمن مجدي مكان محمد الشيبي، ده كان في الدقيقة 91.
الشوط الثاني كان فريق بيراميدز الافضل، توج مجهوده بهدف ثاني سجله يوسف اوباما، لكن تم الغائه بعد العوده للفار علشان يحتكم الفرقتين او يحتكموا لركلات الترجيح اللي سجل فيها نادي الزمالك الخماسي عبد الله السعيد، حمزه المثلوثي، حسام عبد المجيد، ناصر منسي، احمد مصطفى زيزو، وسجل لبيراميدز كريم حافظ وعبد الرحمن مجدي، يوسف اوباما وفيستون مايلي، واضاع مصطفى فتحي بعد تصدي محمد عواد اللي اهدى التاهل للنادي الزمالك. فبنبارك طبعا لنادي الزمالك ولكل جماهيره، ويعني بنهنيهم للوصول الى مباراه النهائيه لكاس السوبر المصري، وهارد لك لفريق بيراميدز واللي اكيد كان داخل برضه بمعنويات عاليه، كان عنده دوافع برضه بعد تحقيقه لبطوله كاس مصر من فتره قصيره. نادي الزمالك برضه داخل هذه المباراه بمعنويات مرتفعه بعد تحقيق السوبر الافريقي على حساب النادي الاهلي برضه من ايام قليله، فدي كلها كانت يعني بتدي كده لهذه المباراه قوه وتوقع ان احنا هنكون بنشوف فيها منافسه كبيره. ودي الحقيقه الحاجه اللي حصلت على ارض الملعب. لازم برضه نقول انه قبل احنا لسه ما اتكلمناش عن النادي الاهلي، ولكن بشكل عام الجمهورين غير راضيين عن شكل الزمالك او بالنسبه للنادي الاهلي، فاعتقد ان مباراه يوم الخميس هتكون مهمه جدا بالنسبه للجمهور انه يشوف شكل افضل واداء اقوى من قبل الفرقتين. فهنتابع طبعا التفاصيل التحليلية النهاردة في حلقتنا، يعني في طبعا هيكون معانا مداخلات وتفاصيل كتيرة جدا فيما يتعلق بالشكل الفني اللي أداه سواء الأهلي أو الزمالك. ولكن قبل طبعا ما نخش في التفاصيل الفنية، خلونا نروح نشوف جزء من المؤتمر الصحفي لمستر جوزيه جوميز ويورشيتش برضو مدير الفني لفريق بيراميدز، قالوا إيه بعد نهاية هذه المباراة وتأهل نادي الزمالك للمباراة النهائية. Thank you for respect for my club. في البداية أحب أشكر جميع المتواجدين. الكرة المصرية مش متوقفة بس على أهلي وزمالك، لكن فيها فرق تانية تستحق تواجد عالميين، فبيشكركم على ده. تاني حاجة بالنسبة للماتش، بعد نص ساعة كان الجو ابتدى يبقى حر ورطوبة عالية جدا، علشان كده رتم الماتش قل واللعيبة بدأت تبقى تعبانة وما كانش فيه كورة حلوة. ما أقدرش أقول غير مبروك للاعيبتي، مبروك للاعيبة نادي الزمالك ان هم كسبوا الماتش. هو احنا ضيعنا ضربه جزاء والماتش خلص ضربات جزاء وجبنا جون في اخر دقيقه، فواضح ان احنا استغلينا الفرص دي. هو واثق في لعبته كلها، الجداد زي القدام، وبالنسبه للحراره فهي على الجميع مش علينا احنا بس. مصطفى فاتي از بيج بلاير. مصطفى فتحي لعيب كبير، هو واثق فيه وفي المستقبل هيشوط ضربات جزاء. توك يسترداي واز ا فيري تاف جيم فور بوث تيمز. امبارح يعني كان مباراه كانت صعبه جدا للفريقين. بوث تيمز ستارتنج كونسيرنيد تو كلوز ذا سبيسز. يعني الفريقين بداوا المباراه ان هم يحاولوا يقفلوا المساحات. تراينج تو دونت ميك ميستيكس. بيحاولوا ان هم ما يعملوش اخطاء. اند وي ديد ذا فيرست بيج ميستيك ذات gives the chance to pyramids to score. واحنا عملنا خطا كبير ادينا الفرصه ان فريق بيراميدز يحرز الهدف. So pyramids is a very good coach, very good players. They play in a very nice and interesting way, very dangerous way to attack. عنده الفريق بيراميدز عندهم لعيبه كويسه جدا ومدرب كويس جدا وبيلعبوا بطريقه لعب خطر جدا على اي فريق. So we didn't play against a simple and normal team, we played against a very organized team. ما لعبناش يعني مباراه سهله او ضد فريق سهل، لكن لعبنا مباراه صعبه جدا قدام فريق صعب. After we start defending a bit higher, pressing more, and we recover some balls that could finish in a different way. بعد ما بدانا نضغط ضغط عالي اكتر شويه قدرنا نقطع كام كوره يعني، وكنا ممكن نخلصهم بطريقه احسن من كده. We didn't create too much. Well, was a game without chances, clear chances to score. We create two chances that could finish in the better way because the ball was a lot of times in the small box, opponent the pyramid small box, but we didn't use these opportunities to score. المباراة يعني ما كانش فيها فرص كتيرة أو نقدر نقول يعني فرص سهلة للتهديف أو واضحة للتهديف، لكن في الآخر خلقنا فرصتين. Congratulations. من البوكس بتاع فريق بيراميدز. Congratulations to Pyramids for the game that they played. بيبارك لفريق بيراميدز على المباراة اللي هم لعبوها. To their coach and to their players. To the coach and to the players. للمدرب واللعيبة. And for everything that happened during the game,
I can say that when we go to the penalties, is the final result is always fair because it's just not a football question. It's something like lottery. هو بيقول يعني ان باللي حصل كله في المباراه وبالذات لما توصل للبرنتيات بيبقى مش بس يعني سؤال على كره القدم، لا هو بيبقى في حاجات يعني كده ممكن يعني حظ اكتر. خلونا برضو نتابع اصداء تاهل نادي الزمالك للمباراه النهائيه ومواجهه النادي الاهلي على لقب كاس السوبر المصري في هذه النسخه. بينضم الينا من الامارات وتحديدا من امام مقر اقامه بعثه نادي الزمالك زميلنا العزيز عمرو نبيل. صباح الخير عليك يا عمرو، اطلعنا كده على اصداء فوز نادي الزمالك والتاهل للمباراه النهائيه، الى اي مدى كمان المباراه المرتقبه واللقاء بيستعد اليه نادي الزمالك في التوقيت الحالي؟ صباح الخير عليك طبعا الزميله العزيزه مرهان عمرو، صباح الفل على كل مشاهدي ومتابعي شبكه قنوات اون تايم سبورتس. طبعا بنلقي ليهم التحيه هنا من ابو ظبي، وكل جماهير كره القدم المصريه متشوقه بشكل كبير جدا لمباراه الفاينل من السوبر المصري المقام هنا في على استاد النهيان. طبعا مباراه ستكون ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك، او نادي الزمالك والنادي الاهلي. طبعا سوبر مصري جديد بنكهه طبعا مصريه قويه تجمع ما بين قطبي كرة القدم المصرية. أكيد الكل بينتظر هذا النهائي، هذا الديربي الكبير والمعروف عن كرة القدم المصرية. خلينا أعيشك أكتر وأكتر مرهان عن الأجواء طبعا هنا في أبو ظبي، يعني وإحنا قريبين جدا لمعسكر نادي الزمالك. نتحدث عن ما حدث بالأمس طبعا عقب انتهاء هذه المباراة، مباراة نادي الزمالك وبيراميدز، والتي انتهت بتفوق نادي الزمالك بركلات الجزاء الترجيحية. طبعا يمكن نبدأ بالكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك اللي طالب اللاعبين بسرعة غلق يعني الاحتفالات والانتهاء من الاحتفالات والتركيز بشكل كبير جدا على مباراة النادي الأهلي. يمكن تحدث يعني امبارح عقب انتهاء المباراه دخل لاوضه غرفه ملابس لاعبي نادي الزمالك وطالب طبعا شيكابالا قائد الفريق وجميع لاعبي الزمالك بغلق صفحه الاحتفالات والتركيز على طول لمباراه النادي الاهلي. يمكن كمان مش رئيس نادي الزمالك بس طبعا يا ميريان، يمكن على طول جوزيه جوميز المدير الفني يعني حضر المؤتمر الصحفي لمباراه نادي الزمالك وبيراميدز بشكل يعني سريع جدا، وتحدث بسرعه كبيره جدا من اجل مغادره استاد النهيان والذهاب الى ملعب طبعا مباراه نادي الاهلي امام سيراميكا كليوباترا من اجل مشاهده النادي الاهلي ونادي سيراميكا كليوباترا قبل طبعا ان يحقق النادي الاهلي من اجل الوقوف على نقاط القوه والضعف لدى الفريق الفائز، وهو طبعا النادي الاهلي من اجل يعني دراسه كل الاحوال الفنيه للنادي الاهلي ورؤيه يعني اللاعبين على ارضيه الملعب. وجوزيه جوميز من المدربين المجتهدين جدا اللي بيركز على كل التفاصيل يا مرهان. يمكن امبارح اتكلم مع اللعيبه وقال لهم ان انتوا حققتوا فوز مهم جدا وقدرتوا ان انتوا ترجعوا في المباراه طبعا في ظل تاخر نادي الزمالك. على الجانب الاخر يمكن معسكر بيراميدز يمكن يوريشيتش المدير الفني كان في حاله غضب كبيره جدا في ظل يعني تلقي الهزيمه وخروجه في نصف نهائي السوبر المصري. يمكن الجماهير منذ يعني انتهاء المباراتين مباراه الاهلي وسيراميكا كليوباترا والزمالك وبيراميدز الجميع يتصارع هنا في ابو ظبي من اجل الحصول على التيكتس وعمل بوكينج على السيستم طبعا مجلس ابو ظبي الرياضي من اجل الحضور للمباراه النهائيه اللي طبعا منتظر حضور اعداد جماهيريه كبيره جدا من اجل رؤيه نهائي السوبر المصري. يمكن كمان هناك مجهودات كبيرة من اللجنة المنظمة للمباراة من أجل توفير كافة التسهيلات لجماهير كرة القدم المصرية التي ستأتي هنا في من جميع الإمارات بدولة الإمارات العربية المتحدة طبعا من أجل يعني مشاهدة النهائي أو تشجيع كل مشجعين أو جماهير سواء نادي الأهلي أو نادي الزمالك. يمكن سيكون النهاردة تدريب نادي الزمالك طبعا في الميعاد المحدد ليه من قبل يعني اللجنة المنظمة.
يمكن سيكون هناك اختبار طبي من عمر جابر بسبب اصابته بشد في العضله الخلفيه قبل المران الاخير. خلينا كمان نزف خبر يعني سعيد لجماهير نادي الزمالك بتنتظر سماعه هو اللاعب نبيل عماد دونجا، طبعا لاعب خط الوسط. يمكن في المران الاخير يا مرهان اللاعب بدا يشارك بتدريبات الكره، دي حاجه ايجابيه طبعا بعد اصابته في العضله الضمه. يمكن بدا يشارك بتدريبات الكره مع المدرب المؤهل في العلاج الطبيعي في نادي الزمالك، لكنه لم يشارك في التدريبات الجماعيه، وده هيبان النهارده من خلال التدريب وايضا من خلال يعني الساعات القادمه من اجل حسم موقفه من مشاركه في مباراه النادي الاهلي في هذه المباراه. خليني كمان اقول لك حاجه يعني معلومه جديده ومعلومه خاصه طبعا لشاشه اون تايم سبورتس. محمد عواد حارس المرمى تالق وقاد نادي الزمالك للفوز والتصدي طبعا لركله الجزاء مصطفى فتحي اللي ساعدت نادي الزمالك في العبور الى المباراه النهائيه. يمكن محمد عواد حارس المرمى كان يعني يشعر بالاصابه في الظهر، واثناء المباراه طالب يعني الدكتور الفريق طبعا فريق نادي الزمالك بالذهاب اليه مسريعا من اجل طبعا تلقي العلاج نتيجه يعني شعوره ببعض الالام في الظهر، وقام طبعا باجراء اسعافات اوليه سريعه. على اثر ذلك طبعا استأنف محمد عواد المباراه ويعني تحامل على نفسه من اجل طبعا التالق في ركلات الجزاء وتفوق نادي الزمالك والعبور للمباراه النهائيه. زميله العزيزه ميريان عمرو، يمكن دي كل اخبار وكواليس نادي الزمالك، وان شاء الله يكون السوبر المصري يوم الخميس القادم طبعا في احلى صوره على شاشه كل مصريين شاشه اون تايم سبورتس. على ان نعود لك والاستوديو، اتفضل. بشكرك شكرا جزيلا عمرو، صباح الخير عليك وتحياتنا ليك اكيد، وبنشكرك على هذا المجهود، وبكل تاكيد برضه هتكون العوده اليك على مدار الساعات القادمه لاي تفاصيل جديده واي جديد هيكون طبعا مع بعثه نادي الزمالك او متعلقه برضه بفريق بيراميدز. بنشكرك شكرا جزيلا. خلونا برضه نشوف لقاء مع نجوم نادي الزمالك، تحديدا محمد شحاته، محمد عواد بعد الفوز على فريق بيراميدز والتأهل للمباراة النهائية لملاقاة النادي الأهلي. نتابع. الحمد لله على المكسب النهاردة قدام بيراميدز، فرقة قوية طبعا، فطبعا بنشكر الجهاز الفني على الدعم والجمهور طبعا بيساندنا في كل وقت، فالحمد لله على المكسب، وان شاء الله في الفاينل باذن الله البطوله تكون زمالك باذن الله. ان شاء الله الكابتن عمر جابر يرجع في اسرع وقت وباذن الله يشارك باذن الله الماتش الفاينل، ومستنيين دونجا ان شاء الله يرجع وكل اللعيبه ان شاء الله والونش وكل اللعيبه وفتوح طبعا، فمستنيين كل الفرقه التيم كله بقى كامل. كل يعني دي حاجه طبعا بيبقى يعني ثقه من الجهاز، العب في اي بوزيشن، والمكان بيبقى صعب شويه عشان مش متعود عليه، فبلعب واعمل عليا والبيع على ربنا، فمفيش حاجه يعني بعيد عن ربنا في اي بوزيشن بلعبه، فالحمد لله. يعني الزمالك ناوي على السوبر؟ مفيش حاجه بعيد عن ربنا، ان شاء الله باذن الله السوبر يبقى يكون من نصيب الزمالك باذن الله. بحمد ربنا طبعا على المكسب، وبشكر اللعيبه النهارده على المجهود. يمكن الشوط الاول كان درجه الحراره كانت مرتفعه شويه، اثر علينا شويه كلنا، مش حد معين، لا كلنا كنا متاثرين بالجو الشوط الاول، لكن الحمد لله الشوط الثاني بدانا نرجع. يمكن حالفنا التوفيق في الهدف في نهايه الشوط الاول، ده ساعدنا ان احنا نرجع في مباراه ثاني، وعملوا مجهود كبير اللعيبه، وان شاء الله يعني احنا يعتبر ما عملناش حاجه لسه، عندنا مباراه ثانيه مباراه نهائيه ان شاء الله هنستنى الطرف فيها باذن الله، ايا كان اللي هنلعبه باذن الله تكون بطوله من نصيبنا ونقدر نرجع بيها مصر باذن الله. كابتن عبد الله لعيب كبير، يمكن انا دايما بنبقى موجودين مع على اكل مع بعض، بنتكلم مع بعض، يمكن النهارده اتكلمنا في موضوع ضربات الجزاء ومين اللي هيدخل يشوط، ويعني اتكلمنا في شويه فنيات كده بس لا الحمد لله يعني كان فيها توفيق الحمد لله من ربنا سبحانه وتعالى. انت في النهايه عايز تاخد فرقتك وتطلع للمباراه النهائيه، اللعيبه زمايلي هي اللي بتساعدني على فكره، انا اتكلمت معاهم وبنتكلم مع بعض دايما في التمرين وفي المحاضرات، هم اللي بيساعدوني ان انا نوصل للمرحله دي، لان طول ما اللعيبه بتسجل هي بتديني الافضليه ان انا ايه افضل موجود في كامل تركيزي ان انا اقدر اساعد الفرقه في النهايه.
خلونا برضو نروح لتابع بعض التصريحات من نجوم نادي الزمالك، والبداية مع حمزة المثلوثي مدافع نادي الزمالك، واللي قال أنه سعيد بالفوز على فريق بيراميدز والتأهل لنهائي كاس السوبر المصري. قال كمان في تصريحاته أن المباراة كانت صعبة جدا، وكان الفريق عارف ده بشكل جيد، اللعيبة بذلوا قصارى جهدهم من أجل الفوز. وضح كمان أن لعيبة نادي الزمالك نجحوا في العودة للمباراة وتسجيل هدف التعادل، وده كان في الدقيقة الأخيرة، شهدت طبعا إلغاء هدف لبيراميدز بسبب التسلل، ونادي الزمالك اتمرن كويس جدا على ركلات الترجيح ونجح في الفوز ويستحق هذه النتيجة. من تصريح المثلوثي نروح لتصريح ناصر منسي، واللي أبدى طبعا سعادته بالفوز على بيراميدز في نصف نهائي بطولة كاس السوبر المحلي والتأهل للمباراة النهائية. قال الحمد لله على الفوز، والحكم ظلمنا باحتساب ركلة جزاء لبيراميدز ونجحنا في تحقيق الفوز، وبشكر الجماهير الزملكاوية اللي ساندتنا. وأضاف ناصر منسي بنسعى لإسعاد الجماهير بتحقيق الفوز بالمزيد من البطولات في الفترة اللي جاية، وهنقفل ملف مباراة بيراميدز ونبدأ التركيز في لقاء النهائي من أجل التتويج بالبطولة. نروح كمان لتصريح لعبد الله السعيد لاعب وسط نادي الزمالك، واللي كشف عن سعادته بتحقيق الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح. وقال عبد الله السعيد بعد المباراه: الحمد لله على الفوز، خدنا مباراه صعبه قدام فريق كبير بيضم لعيبه مميزه، ولكن الزمالك كان في حاله تركيز للمنافس، ودي سمه الفرق الكبيره. قال كمان: كانت عندنا ثقه في نفسنا من اجل العوده في المباراه، لان دي سمه الفرق الكبيره، والجهاز الفني بيشتغل على تحقيق التماسك في الملعب في المباريات الكبرى. وختم التصريحات وقال: سعداء بالفوز، ولكن علينا التركيز والاستعداد للمباراة النهائية. طبعا ده بشكل عام كده بالنسبة لنادي الزمالك والعبور إلى المباراة النهائية في إطار الاستعداد طبعا لمواجهة النادي الأهلي. لخلينا نقول لكم أبرز الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي ويعني تفاصيل عن هذه المباراة. طبعا النادي الأهلي نجح في العبور من عقبة نادي سيراميكا كليوباترا، اللي قدم مباراة عظيمة ورائعة جدا، ولازم طبعا كلنا نشيد بالأداء الكبير من قبل لعيبة نادي سيراميكا كليوباترا طبعا تحت قيادة الكابتن أيمن الرمادي، لأن فعلا كان أداء عظيم جدا جدا. نادي الأهلي جمهوره غير راضي، المحللين غير راضيين عن شكل النادي الأهلي في هذه المباراة، ولكن في نهاية الأمر قدر يعبر بهدفين سجلهم طاهر محمد طاهر مقابل هدف وحيد لفريق سيراميكا كليوباترا. قبل ما نتكلم عن تفاصيل المباراة الفنية، خلينا نقول لكم أبرز الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي في الساعات الأخيرة. خبر مهم عن الفريق: النهاردة قرر الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي عودة لاعب الفريق محمود عبد المنعم كهربا للقاهرة مرة تانية، عدم استكمال المهمة مع زمايله في بطولة السوبر المحلي المقامة طبعا في الإمارات. وكان قرار الكابتن محمد رمضان كمان بخصم 1,000,000 جنيه من مستحقات كهربا المالية نظرا لما بدر منه بعد مباراة امبارح. كان في كلام انه سبب عدم تواجد كهربا مره بقى تانية في هذه البطوله وسفره والغرامه وكل الحاجات دي متعلقه ان هو ما كانش عايز يشارك في التدريب، اللعيبه اللي مش بتكون موجوده في المباراه بيبقى في تدريب بعد المباراه ان هم يكونوا بيشاركوا فيه، كان في كلام ان هو ده سبب الغرامه والعقوبه وكل الاحداث دي. ولكن كان في فيديو تم تداوله في الساعات الأخيرة أن كهربا لا كان موجود في أرضية الملعب في التدريب ده، جمهور بيحييه وبيحيي الجمهور، نزل أرضية الملعب وكان بيتمرن، كان في ابتسامات، كانت الدنيا هادية بعد نهاية المباراة بشكل مباشر، وما كانش في أي يعني مؤشرات تقول أن هيحصل عاصفة زي ما احنا بنتكلم دلوقتي وقرارات حاسمة وقرارات كبيرة فيما يتعلق بتواجد اللاعب في النادي الأهلي أو معسكر النادي الأهلي المقام دلوقتي في الإمارات طبعا استعدادا للمباراة النهائية. فدي اللقطات اللي بقول لحضراتكم عليها واللي بتنفي خالص فكرة ان هو المشكلة ان هو ما كانش عايز يشارك في التدريب ما بعد المباراة للعيبة اللي كان بيتم يعني استبعادهم من المشاركة في اللقاء. ممكن يكون بيطلعنا برضو عن تفاصيل
تفاصيل أكتر فيما يتعلق بهذا الخبر زميلنا العزيز عمرو مختار المتواجد أمام مقر بعثة النادي الأهلي. صباح الخير عليك يا عمرو، بحييك، وأكيد ده الخبر الأبرز في التوقيت الحالي اللي بيتم تداوله بشكل كبير جدا. هل عندك أي أخبار وكواليس دقيقة فيما يتعلق بسبب قرار كابتن محمد رمضان برحيل محمود عبد المنعم كهربا وغرامة كبيرة كمان، بنتكلم عن 1,000,000 جنيه يعني هيكون برضو بيتغرمهم اللاعب؟ صباح الخير عليك يا مرهان، صباح الخير على كل مشاهدينا من هنا من امام مقر اقامه النادي الاهلي بابو ظبي. خليني اقول لك لا حديث عن النادي الاهلي الا هذا الخبر اللي يعني صدم الجميع او كان بمثابه قنبله وانفجرت في معسكر النادي الاهلي. يمكن في معسكر النادي الاهلي اولا ممنوع الاقتراب والتصوير، يمكن الكابتن محمد رمضان فارض حظر اعلامي كبير جدا 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 على الفريق وعلى اللعيبه وعلى كل ما يخص النادي الاهلي. طيب خلينا نبدا الاول بمباراه الاهلي امس. يمكن زي ما انا سامعك بتقولي يعني كان كله غير راضي كمحلليه او كالمدير الفني ايضا مستر كولر كان غير راضي على الاداء، وده اللي قاله في تصريحاته. قال انا كان عندي مشكله في دقه التمرير، كان عندي مشكله في الالتحامات، كان عندي مشكله بحاول اخرج اللعيبه منها، هي المشكله النفسيه بعد خسارتهم بطوله كاس السوبر. الاداء الاكثر من رائع من سيراميكا كليوباترا يمكن ابهر الجميع وكان سبب حزن شديد جدا جدا للكابتن ايمن الرمادي اللي هو قال طب انا عملت كل حاجه، امتى هترجم الكلام ده وامتى هترجم اللي انا افوز على النادي الاهلي؟ طيب نرجع بقى للاهم خبر، هو استبعاد محمود كهربا من معسكر النادي الاهلي. كهربا خلاص غادر المعسكر وغادر يمكن في المطار حاليا للذهاب الى مصر. يمكن اللي حصل ان كهربا انا كنت متواجد في الميكس زون اللي هو بين اللاعب غرفه ملابس النادي الاهلي وغرفه ملابس سيراميكا كليوباترا، بينهم مسافه كبيره جدا واسعه، يعني انا شايف قدام اللعيبه داخله من هنا، شايف اللعيبه داخله من هنا. كهربا داخل عادي جدا، كهربا مفيش مشكله جدا، حتى خرج دخل اوضه خلع الملابس، جاب تيشيرت اداه لطفل، جاب تيشيرت تاني اداه لاحد العائلات، كانت الامور ماشيه بشكل كبير جدا. لكن ملامح كهربا كان باين عليها الحزن الشديد جدا جدا. امتى بقى شفت كهربا وكان باين عليه الحزن الشديد جدا؟ قبل المباراه، قبل بدايه المباراه مثلا بربع ساعة، كان كهربا قاعد على دكة اللاعبين، دكة البدلاء، وكان يعني متنشن شوية. أنا قلت يمكن هو متضايق علشان هو مش هيشارك، لكن الغرامة إن كهربا ما نزلش تمرين المستبعدين أو تمرين الناس اللي ما لعبتش ما حصلش. إحنا شفنا زي ما أنت عرضتوا الفيديو أو الفيديو معاكم بيتعرض إن كهربا نزل ما فيش أي مشكلة. ممكن اللي حصل داخل أوض خلع الملابس ممكن احنا ما نعرفوش، يعني هو ده اللي حصل او هذا القرار الصارم من الكابتن محمد رمضان مدير الكره بالنادي الاهلي. يمكن الرجل الاكثر احتراما يعني حتى وهو بيقول لنا انا مش هقدر، كان بيتكلم بمنتهى الادب بمنتهى الـ يعني الذوق انه معانا كاعلاميين وبيوفر لنا كل حاجه. قال يا جماعه اعذروني انا فارض كل الامور ديت، الامور الحظر الاعلامي نظرا لما يمر به النادي الاهلي. كابتن محمد رمضان يمكن كان ليه تصريح مهم برضه، يمكن قال لا اداء لا روح، يعني انا مش شايف ولا اداء ولا روح للعيبه في هذه المباراه، لكن التوفيق حلفنا واللي احنا فزنا. مباراه يعني اتكلم بقول له يعني بيني وبينه يا كابتن محمد رمضان مباراه الاهلي والزمالك يمكن اولى مبارياتك يعني وانت مدير للكره. قال مباراه الاهلي والزمالك ملهاش كبير، كلمه يعني اختصر كل الكلام، قال ملهاش كبير لكن نتمنى ان يكون شكل النادي الاهلي واداء النادي الاهلي اكثر من رائع ويكون احسن من اللي شفناه امام سيراميكا كليوباترا. النهارده النادي الاهلي ان شاء الله يتمرن الساعه 6، في بعض اللعيبه اللي شاركت هتعمل استشفاء، بعض اللعيبه اللي حست باجهاد ويمكن عمر كمال عبد الواحد يمكن هو عنده، سالت الدكتور احمد جاب الله قال لي هو بس عنده تقلصات في العضلات. طيب هيقدر يلحق المباراه الجايه؟ قال لا ان شاء الله باذن الله يقدر يلحق باذن الله. يمكن دي كواليس واخبار من امام مقر اقامه النادي الاهلي.
بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز عمرو مختار. اطلعنا على بعض التفاصيل، هل هيكون في توضيح، هل هيكون في بيان مفصل اكتر عن ما حدث او ما بدر داخل الغرف المغلقه، وكان على يعني اصدائه او كان في قرار صارم بسبب ما حدث ان احنا نشوف بيان النادي الاهلي اللي اعلن فيه رسميا ان محمود عبد المنعم كهربا بيغادر المعسكر وهيكون في غرامه كبيره على اللاعب. هنتابع ونشوف لو في تفاصيل اكتر هتكون بتظهر في الساعات القادمه. خلينا نعود مره تانية للمباراه، ولكن على المستوى الفني، مباراه امبارح ما بين الاهلي وسيراميكا. بدا النادي الاهلي مباراه بتشكيل ضم في حراسه المرمى مصطفى شوبير، قدامه عمر كمال، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، يحيى عطيه الله، في الوسط اكرم توفيق، كريم ندفد، محمد مجدي قفشه، وقدامهم امام عاشور، بيرسي تاو، وطاهر محمد طاهر. في المقابل سيراميكا كليوباترا بدا المباراه بتشكيل ضم في حراسه المرمى محمد بسام، قدامه عبد الرحمن نبودي، رجب نبيل، احمد بكهم، عبد الله مجدي، وفي الوسط محمد عادل، محمود زلكة، احمد بالحاج، ثم الثلاثي احمد قندوسي، اسلام عيسى، وفخري لكاي. هدف الاهلي الاول كان هو الاسرع اعتقد في تاريخ كاس السوبر في 12 ثانيه من خطا مشترك من دفاع وحارس، يعني من الدفاع وحارس مرمى سيراميكا. استغل اللاعب طاهر محمد طاهر الاخطاء دي وسجل بالراسيه في مرمى محمد بسام. بعدها ضغط سيراميكا بشكل جيد وشكل خطوره على مرمى مصطفى شوبير. نجح نجم الفريق الجديد فخري لقاي في ادراك التعادل قبل نهايه الشوط الاول. الشوط الثاني وفي اول 10 دقائق نجح طاهر محمد طاهر ان هو يكون بيعيد التقدم لنادي الاهلي مره ثانيه بهدف رائع بصراحه من اللاعب، من ركنيه اللي يحيى عطيه الله لعبها على مره واحده في مرمى محمد بسام علشان يتقدم النادي الاهلي مره ثانيه 2-1 وينتهي اللقاء بهذه النتيجه. بعدها بقى لو هنستعرض التغييرات مع حضراتكم، نزل محمد صادق مكان اسلام عيسى في الدقيقه 55، تغيير كان سيراميكا كليوباترا، ثم دفع مستر كولر بمروان عطيه واحمد نبيل كوكا مكان عمر كمال مجدي قفشة في الدقيقة 70، ثم دفع كابتن أيمن الرمادي بتغيير تاني، نزل أيمن مكة مكان محمود زلكة في الدقيقة 73، وأخيرا نزل وسام أبو علي وعمر السلية وحسين الشحات في العشر دقايق الأخيرة مكان بيرسي تاو، كريم ندفد، طاهر محمد طاهر. في المقابل نزل أحمد هاني ومروان عثمان مكان محمد عادل وفخري لكاي في الدقيقة 86، ده كابتن أيمن الرمادي. الشوط الثاني ظهر سيراميكا بصراحه بشكل رائع جدا جدا، نجح في الوصول لمرمى مصطفى شوبير في اكثر من مناسبه، لكن خبره النادي الاهلي كانت هي صاحبه الكلمه العليا في المباراه اللي انتهت بفوز اهلاوي غالي بهدفين مقابل هدف، ويتاهل للمباراه النهائيه عشان يكون بيواجه نادي الزمالك يوم الخميس اللي جاي في لقاء هام جدا مرتقب جدا جدا بالنسبه للفرقتين. نادي الزمالك عايز يبني على الفوز اللي حققه على النادي الاهلي من ايام قليله في السوبر الافريقي، النادي الاهلي عايز يعوض هذه الخساره ويكون بيدخل مباراه العين الاماراتي في بطوله الانتركونتيننتال بمعنويات مرتفعه، فكل فريق عنده الاجنده الخاصه بيه والدوافع حاضره بشكل كبير جدا عند الفرقتين. خلونا برضو نشوف جزء من المؤتمر الصحفي لمستر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي والكابتن ايمن رمادي المدير الفني لفريق السيراميكا كليوباترا، نتابع ماذا قالوا ونعود مره ثانيه. احنا بدأنا في الماتش بشكل كويس جدا وتقدمنا بهدف بعد 13 ثانية، دي بداية مميزة جدا، بس بعدين احنا الأداء بتاعنا بدأ بالتدريج يتناقص والخصم بتاعنا أخذ زمام الأمور مننا، القيادة في الملعب احنا تركناها للخصم وتسببنا في أخطاء كتير جدا وتركنا لهم مساحات واسعة جدا، وكان نتيجة الأداء والتراجع في الأداء ده ان هم سجلوا التعادل، كان توقيت التعادل كان توقيت برضو صعب ان هو في الوقت الإضافي من الشوط الأول احنا ما كناش دفعنا كويس، بدأنا الشوط الثاني وبرضو تقدمنا بجول، بس الأداء برضو ما كملناش على وتيرة اللي احنا كنا متعاهدين عليها ومفهمينها للعيبة ان احنا نضيق المساحات بيننا في الدفاع وفي الهجوم، نكون مركزين اكتر من كده
ما لعبناش برضو رغم التقدم الكوره اللي احنا عاوزينها، ولكن في النهايه المهم بالنسبه لنا والشيء الايجابي ان احنا قدرنا نكسب الماتش وتاهلنا للمباراه النهائيه. المباراه كانت بالنسبه لنا مباراه انا اعتز بها جدا، اعتقد ان احنا كنا الطرف الافضل في اغلب اوقات المباراه في كل الجوانب، ما نستحقش ابدا الخساره. كنت اتمنى ان يبقى الزمن الفعلي بالذات للشوط الثاني يكون اكتر من كده، لان المباراه توقفت توقف كتير جدا جدا، وده مش في صالح الكره ابدا. لكن انا فخور بفرقتي، فرقتي ونادينا نادي وليد 4 سنين عمره ولا 5 سنين، دي السنة الخامسة في الدوري. فخور ان هو بهذه القوة، والنهاردة هو يعتبر من صاف الأندية اللي هي بتلعب كرة حلوة، كرتنا انا بستمتع بيها. لكن قدر الله ما شاء فعل، احنا خسرنا مباراة، لكن رغم خسارتنا للمباراة يعني انا الحقيقة سعيد بأداء اللعيبة. احنا كنا اكتر سيطرة، اكتر فرص، وزي ما قلت كنت اتمنى ان زمن الفعل للشوط الثاني اللي توقف كتير قوي، كتير زيادة عن اللزوم يعني، يبقى اكتر من كده. الكابتن ايمن الرمادي وفريق سيراميكا خسروا اللقاء ولكن كسبوا احترام الجميع. بنحيي طبعا الكابتن ايمن والفريق بالكامل على اداء عظيم ومشرف، وبنقول لهم هارد لك. وخلونا بقى نروح للسوشيال ميديا وردود الافعال ونشوف متابعتها للسوبر المصري، ونبدا من عند الصفحه الرسميه للمتحده للرياضه واللي حرصت على الاحتفال بتاهل الاهلي والزمالك لنهائي كاس السوبر المصري المقام حاليا في ابو ظبي، ونشرت صور من احتفال ثلاث لعيبة الزمالك بعد مباراة بيراميدز وكتبت الفارس الأبيض إلى النهائي، الزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري للأندية الأبطال بعد الفوز على بيراميدز. كمان نشرت احتفالات لعيبة النادي الأهلي وكتبت المارد الأحمر إلى النهائي، الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري للأندية الأبطال بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا. وأعلنت كمان الصفحة الرسمية للمتحدة للرياضة عن تفاصيل وموعد النهائي المنتظر بين الأهلي والزمالك واللي هيكون يوم 24 أكتوبر، وكتبت القمة المنتظرة بين الزمالك والأهلي في نهائي كاس السوبر المصري للأندية الأبطال على استاد محمد بن زايد في 8 مساء. كمان نشرت صور من احتفالات لعيبة الأهلي وجمهورهم بعد التأهل وكتبت لعيبو الأهلي يهدون قمصانهم لأحبائهم وللجماهير بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا والتأهل لنهائي كأس السوبر المصري للأندية الأبطال. أما الصفحة الرسمية للنادي الأهلي كتبت بعد عبور سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر اجتزنا نصف المهمة. كمان الصفحة الرسمية لنادي الزمالك نشرت احتفالات للاعبين وفرحتهم بالتأهل وتخللها لافتة طيبة من أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق واللي أهدى جائزة رجل المباراة اللي حصل عليها لأصغر مشجعة كانت موجودة في مدرجات الفريق، وكتبت حب من الطفولة، زيزو بيهدي جائزة رجل المباراة إلى أصغر مشجعة زملكاوية في الملعب. كمان لعيبة الزمالك كانوا حريصين على الاحتفال بعيد ميلاد ميلا عامل غرف خلع ملابس الفريق في النادي بعد التأهل لنهائي البطولة، وحرصت الصفحة الرسمية أن هي تنشر لقطات من احتفالهم مع ميلا وكتبت أجواء رائعة بعد التأهل للنهائي، الكل بيحتفل بعيد ميلاد عم ميلا. مشاهدين احنا لسه مكملين في اجواء سوبر مصري، ان شاء الله هنكون بنتابع مباراه نهائيه كبيره في كاس السوبر يوم الخميس اللي جاي واصداء اللقاءين اللي تابعناهم امبارح، وهنكون بنروح لتفاصيل فنيه اكتر، ولكن بعد هذا الفاصل نواصل، خليكم معنا.
بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا الكرام. زي ما كنا بنقول قبل هذا الفصل، وكنا طبعا بنتابع مع حضراتكم تفاصيل أكتر عن اللقاءين اللي تابعناهم امبارح في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري، إن بشكل عام الأهلي والزمالك هم اللي هيكونوا بيتواجهوا في المباراة النهائية، ولكن بعض الشيء الجمهور محبط من اللي قدموا الفرقتين، وحاجه مش معتاده، ولكن انت تشوف انه لا، بيراميدز كان افضل مثلا من الزمالك، السيراميكا كان هو الافضل من النادي الاهلي، ولكن الخبرات قدرت ان هي تكون بتحسم في الاخر المقعدين اللي هيكونوا بيتواجهوا في المباراه النهائيه للاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي. هذا اللقاء اكيد هيكون ليه حسابات مختلفه عند كلا المدربين، ممكن نكون كمان بنتكلم عن تفاصيل اكتر عنها على مدار حلقتنا، ولكن خلونا نروح لنجومنا المصريين قبل ما نرجع مره ثانيه والحديث عن السوبر، ولكن في التوقيت الحالي شايفين طبعا المحترفين المصريين في كل جولة في الدوريات الأوروبية، بنكون بنتابع معاكم إيه اللي بيحصل من قبل الأداء بتاعهم ومشاركاتهم مع أنديتهم. كان في مشاركة مميزة للثلاثي محمد صلاح مع ليفربول، محمد عبد المنعم مع نيس، و مصطفى محمد مع نانت، ولعب الثلاثي في التشكيلة الأساسي لأنديتهم مع بداية المباراة. خلينا نقول في دوري الإنجليزي صلاح كالعادة بيسجل بيصنع، فوز ليفربول كان مهم على تشيلسي بهدفين مقابل هدف، وسجل الأول بضربة جزاء، بعد كده صنع الهدف الثاني علشان يكون بيرفع رصيده من الأهداف في المسابقة في البريمير ليج للهدف رقم 5 في الموسم الحالي. أما بقى في الدوري الفرنسي، كنا على موعد مع أول مواجهة للثنائي المصري محمد عبد المنعم مع نيس، مصطفى محمد مع نانت، والاثنين لعبوا من بداية المباراة واللي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. وأول امبارح مرموش سجل هدف مع فريق أينتراخت فرانكفورت، خسر الفريق أمام بايرن ليفركوزن بطل الدوري بهدفين مقابل هدف، ولكن بنتكلم عن نتيجة وأداء جيد ومستمر من قبل عمر مرموش على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي، إزاي بيكون بيساعد فرقته. خلونا نروح لفاصل، وبعد الفاصل نواصل مع حضراتكم، خليكم معنا. اهلا بحضراتكم مره تانية مشاهدينا الكرام. خلونا نروح للقاء لايف مع نجوم الكابتن عادل طعيمه نجم النادي الاهلي السابق، والكابتن احمد عبد الحليم نجم نادي الزمالك السابق. صباح الخير على حضراتكم، منورنا ومشرفينا، ويعني خليني كده ابدا مع الكابتن عادل سريعا في فكرة إعلان النادي الأهلي عن قرار الكابتن محمد رمضان بعودة كهربا من الإمارات للقاهرة وتغريمه 1,000,000 جنيه، تعليق حضرتك على الملف ده قبل ما نخش بقى فنيا في لقاءات امبارح. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، المفروض أن أي تجاوز في خارج مصر أو داخل مصر، المدير الرياضي أو مدير الكورة بيبقى عنده صلاحيات معينة وبيشوف مدى التجاوز ده أول مرة ولا تاني مرة أو تالت مرة، وبعدين بياخد القرار اللي بيناسب سلوك ومبادئ النادي. فطبعا احنا مش عارفين ايه اللي حصل، ولكن ايا كان القرار لما بينفذ بيعمل نوع من انواع الضبط والربط داخل الفريق وداخل اوضه اللبس. طيب خليني اروح لحضرتك يا كابتن احمد، بصبح عليك في البدايه متابعتك للقاء امبارح والبدايه اللي كانت لصالح فريق بيراميدز، سكواد قوي نقدر نقول ان هو كان ليه الافضليه في البدايه، وكمان مع غياب للاعبين مهمين عنصر زي عمر جابر ودونجا، فكنت شايف اللقاء ازاي في البدايه؟ توقعت السيناريو ده ولا لا؟ الاول صباح الخير، طبعا بصبح عليكم كلكم، صباح الخير يا بريهان، وصباح الخير للكابتن الكابتن عادل طعيمه اللي وحشني بقالي كتير ما شفتوش. ف وبصبح طبعا على المشاهدين كلهم. ربنا يخليك. والله هي مباراه يعني كانت شبه متكافئه. حبيبي يا كابتن الله يخليك والله. المباراه بتاعت بيراميدز والزمالك كانت مباراه متكافئه. ما كانش معروف من بدايه المباراه مين اللي ممكن يتفوق. الفريقين فيهم عناصر قوه كتير جدا. فالحقيقه المدرب بتاع نادي الزمالك بيتعامل بذكاء مع الفرق الكبيره الحقيقه يعني. فقدروا ان هم كانوا متاخرين بهدف،
رجعوا بالتعادل، وبعدين لما احتكموا ضربات الجزاء نادي الزمالك كان اعصابه اهدى وكان عندهم ثقه في نفسهم وفي حارس مرماهم، وبفضل الله استطاعوا ان هم يفوزوا بالمباراه. انما ده ما يقللش من قيمه بيراميدز طبعا. بقول لهم هارد لك ومبروك لنادي الزمالك، وان شاء الله المباراه النهائيه نتفرج على حاجه كويسه ان شاء الله. كابتن عادل، التوقيت الحالي لازم نكون برضو واقعيين، يعني حضرتك اكيد لاعبين قدامى محللين، الجماهير حتى في الشارع غير راضيه عن مستوى النادي الاهلي، وخصوصا انه كان كمان الكثير متخيل انه بعد خساره السوبر الافريقي نادي الاهلي هيكون بيظهر في اول ظهور رسمي ليه بشكل كبير اكبر من كده على المستوى الفني. فتعليق حضرتك على النقطه دي، هل تقدر كده تلخص اسباب ان النادي الاهلي مش بيظهر في افضل حالاته في التوقيت ده؟ هو طبعا كنت احب ان انا اتكلم فني الاول، لكن عموما بداية طبعا لازم احيي الكابتن عبد الحليم لانه برضه وحشني جدا. الحاجة الثانية اللي معظم المحللين امبارح بنتفرج بعد المباراة كلهم بدون استثناء اغفلوا ان النادي الاهلي معظم عناصر المنتخب والعناصر الاساسية الموجودة في الفريق كانت بتؤدي مهمة وطنية مع المنتخب القومي. اما نلاقي الشناوي راجع مصاب، رامي، مروان، كل العناصر الأساسية اللي كانت موجودة مع المنتخب كانت بتشارك مع موريتانيا مباريتين في 4 أيام منهم سفر 12 ساعة، فلعيبة كانت مجهدة طبعا. إلى جانب طبعا التشكيل اللي برضو معظم الناس يعني شافته أنه في نوع من أنواع المفاجأة الغير محسوبة. برضو انا مع الناس اللي بتقول ان مفروض ان كان يبقى تشكيل افضل من كده، برضو بحط نفسي مكان المدير الفني. من يوم 20 لـ29 ثلاث مباريات في غاية الاهمية، لاعب سيراميكا، وبعدين يوم الخميس بيلاعب الزمالك، يوم 29 بيلاعب مباراة في غاية الروعة وفي غاية القوة مع العين الاماراتي في استاد القاهرة، فلا بد يبقى فيه احلال وتجديد. انا بشوف ان كان ممكن مستر كولر يدفع بالعناصر الجديده اللي هو ضمها للفريق. طبعا احنا مش موجودين معاه في التدريبات ولا اخره، لكن انا بشوف ان هو كان مفروض يبقى عنده من الجرأه ان يدفع باشرف، يدفع بعمر يعني باكثر من عنصر من العناصر اللي هي استخدمها، الى جانب طبعا سوء الاداء ده انا بشوف ان هو عادي جدا في بدايه اي موسم، لكن برضو التشكيل في بدايته كان في علامه استفهام. كابتن احمد، خليني برضو اسالك على ابرز اللاعبين اللي انت كنت شايف امبارح ان هم سبب ان النادي الزمالك يعرف يعود مره تانية للمباراه ويخطفها، لو هتسمي لي بعض الاسماء. هو انت عندك لعيب مهم جدا وهو لعيب محوري جدا اللي هو عبد الله السعيد، قائد في فريق الزمالك. عبد الله غير ان كورته كويسه وغير انه فنيا في الملعب بيأدي الادوار اللي عليه كويس قوي، كمان كقائد وبيكلم زمايله وبيرجعهم للمباراه، فعبد الله عنده من الخبرات انه يقدر يرجع اللعيبه للمباراه، بالاضافه طبعا لزيزو والمسلوسي ومجموعه اللاعبين الجيدين اللي كانوا موجودين. على فكره يعني اللي بيميز نادي الزمالك دلوقتي اللعب الجماعي، انما في بعض الافراد طبعا لعيبه كويسين وامكانياتهم الفنيه عاليه جدا، فهم حتى في مباراه السوبر الافريقي مع النادي الاهلي كانوا برضو متاخرين وقدروا يرجعوا المباراه. فده شغل بيعتمد على المدير الفني واللاعبين اللي عندهم خبرات جوه الملعب وحتى بره الملعب. يعني شيكابالا كان له دور قوي جدا في ان اللعيبه تفضل واقفه على رجليها طوال المباراه، ما يحسوش ان الموضوع خلاص جه فينا جول نفتح اللعب ونبتدي نعمل اي حاجه، لا كان في تركيز اقوى والناس ابتدت تلعب تتمركز بشكل جيد جدا وقدروا يرجعوا للمباراه. فانا بقول ان لما تتاخري بنتيجه المباراه وترجعي ليها تاني اكيد في عوامل خارجيه وداخليه بتحدث اثناء اللعب. من اساس في الموضوع وجود واحد زي عبد الله السعيد في الملعب،
وبالتالي يعني كان مؤثر جدا، سواء بالاداء الفني اللي بيعمله او حتى بالاداء كرائد او كقائد للفريق. كابتن عادل، برضو اسال حضرتك، يعني امبارح النادي الاهلي او تفوق على سيراميكا كنتيجه وهو اللي عبر، ولكن هل بتشوف ان الكابتن ايمن الرمادي بالرغم من الخساره ممكن يكون تفوق في ادارته للمباراه على مستر مارسيل كولر حتى لو النتيجه ما كانتش في صالح للفريق؟ بالنسبه لماتش امبارح ما فيش حاجه اسمها تفوق، هو تفوق كسب المباراه. لا هو خسر، ولكن كاداره للمباراه من البدايه للنهايه. كاداره المباراه كان برضو بعض اللاعبين ما بيأدوش الواجب المنوط بيهم. البدايه برضو ان انا مجدي قفشه بنقول مره واثنين وثلاثه المفروض ان انا ما ابتديش بيه المباراه، ده ادى استحواذ واداء افضل شويه من يعني، انما الخطوره الحقيقه الشوط الاولاني كانت لسيراميكا، لكن الروح القتاليه والاداء النادي الاهلي متعود عليه. بالمناسبه النادي الاهلي واخد البطوله دي 14 مره، المنافس اللي قريب منه عنده اربعه، فاحنا ليه ضاغطين قوي كده على النادي الاهلي؟ انا مش عارف يعني، مباراه بيأديها بشكل مش جيد. طب ما النادي الاهلي واخد 9 بطولات في 18 شهر او في 16 شهر، يعني البطولات دي كلها بتتمسح علشان سوبر. يعني ماتش الاهلي اداه بصوره مش جيده، مش معنى كده ان النادي الاهلي يبقى يعني على طول انه مش كويس وبيأدي مش اداء كويس. دول بشر كانوا بيلعبوا 20 مباراه في شهرين، 20 مباراه في شهرين، تلتين الدوري لاعبينهم، ما خدوش فتره راحه. اكتر لعيبه في المنتخب القومي بتبقى من النادي الاهلي. كل الامور ديت مش في صالح المدير الفني للنادي الاهلي، لانه ما بيقدرش انه يبقى لاعبته بيأدوا التدريبات معاه ويقدر ان هو يشتغل معاهم بدني وتكتيكي على المستوى اللي الكابتن احمد وكلنا عارفينه. وبالتالي الموضوع ده اربع خمس مواسم مترابطين مع بعض. الوحيد اللي بيشرفنا وبيشرف الكرة المصرية في المحافل الدولية، مين بيروح كاس عالم للأندية إلا النادي الأهلي؟ مين بياخد بطولة أفريقيا إلا النادي الأهلي؟ مين بياخد الدوري والكاس؟ النادي الأهلي واخد 44 مرة بطولة الدوري، المنافس بتاعه واخد 13 أو 14. فيعني النادي الأهلي ده قيمة كبيرة جدا، لازم نوصل من خلال حضرتك ان مش معنى ان انا لعبت ماتش مش جيد قدام سيراميكا ان انا يعني ان انا النادي الاهلي يبقى يعني لا، ما ينفعش. النادي الاهلي مباراه عاديه فيها تنافس، وبعدين نادي سيراميكا ما برضه نادي مريح جاي من راحه واخد فتره اعداد كافيه، رايح الامارات قبلها باسبوع او 10 ايام. النادي الاهلي وصل قبل الماتش بيومين، لعبت المنتخب جايين من السفر على الفريق. كل الامور ديت ممكن تكون لا يعني ما هياش مبرر، لكن برضو الدفع بالعناصر زي عمر الساعي، ايمن اشرف داري، يعني اكتر من لعيب كان ممكن جدا مستر كولر يدفع بيهم في المباراه ديت، بحيث ان المباريات اللي جايه يبقوا واخدين حساسية المباراة. لكن ما فيش شك انها مباراة يعني وبرضو امبارح ما كانش فيه حماية، يعني كان فيه عنف شديد جدا، ومع ذلك الحكم اللي المفروض انه يبقى بيحمي اللعيبة ما كانش بيحمي اللعيبة. ان شاء الله التحكيم يعني يكون افضل بشكل عام في المباراة النهائية باذن الله اللي هتقام. سريعا يا كابتن احمد واخيرا، يعني بشكل عام اللي احنا تابعناه امبارح، حاسس ان مستر مارسيل كولر ومستر جوزيه جوميز مين ممكن يكون دي الافضلية فنيا في اللقاء القادم؟ والله ولا اي حد يقدر يتوقع، لان قبل كده كانت مباراه السوبر الافريقي اسهم النادي الاهلي كانت اعلى، ومع ذلك الزمالك تفوق في هذه المباراه وفاز.
فمحدش يقدر يتوقع بها، انما هي في الاول وفي الاخر هي قمه الكره المصريه والعربيه والافريقيه. نتمنى ان شاء الله انها تكون عند حسن الظن يعني، وتطلع بشكل كويس يليق بالفريقين وبمصر يعني. بنتمنى ده. انا بشكركم شكرا جزيلا للكابتن عادل طعيمه نجم النادي الاهلي السابق، الكابتن احمد عبد الحليم نجم نادي الزمالك السابق، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، نورتونا وشرفتونا. مشاهدينا فاصل استقبال ضيفنا الاستاذ خالد عامر الناقد الرياضي، خليكم معنا. اهلا بحضراتكم مره تانية مشاهدينا الكرام، مستقبلين ضيفنا الاستاذ خالد عامر الناقد الرياضي، برحب بيك. صباح الفل يا مريم. صباح الفل، منور الدنيا، سوبر قوي، بدايه كانت ممتعه تابعناها امبارح. خلينا نبدا بالكلام عن مباراه الزمالك وبيراميدز، كانت الكفه يعني توقعت ان هي هتكون مياله لمين اكتر، ومع مجريات اللقاء تابعته ازاي؟ توقعت كما توقع الكثيرون يعني اهلي زمالك، انه الكفه هتبقى مايله اكتر ناحيه الاهلي والزمالك، الدوافع اكبر، القوام مكتمل، خاض بعض المباريات اللي بتاهله بدنيا وذهنيا ان هو يكون حاضر في ارض الملعب اقوى بشكل اقوى يعني. لا انتقص على الاطلاق من قائمتي سيراميكا كليوباترا ومن بيراميدز تحديدا، بيراميدز طبعا اللي هو اللي حتى خد ابرز لاعب عند سيراميكا كليوباترا اللي هو صديق اوجولا او اوجولا عشان في ناس بتتضايق، فهو صديق اوجولا. ولكن انا من وجهه نظري، وانا بعتذر يعني للاصدقاء اللي بيشجعوا الاهلي والزمالك، انه فاز من لا يستحق. كمجريات المباراه كاسم وكتاريخ وكحضور وكجماهيريه وكفايده للكره المصريه في بطوله بتقام خارج الاراضي المصريه كانتشار جماهيري، كان ده السيناريو الامثل. اكيد السيناريو الامثل بالظبط انه الاهلي والزمالك يكسبوا، ولكن كوره فاز من لا يستحق. خلينا نبدا زي ما كنت بتقولي في مباراه الزمالك وبيراميدز، استحواذ لصالح بيراميدز، خطوره على المرمى لصالح بيراميدز، فاعليه حتى على المرمى وتواجد داخل منطقه جزاء المنافس اللي هو نادي الزمالك اكتر بكتير من تواجد نادي الزمالك غير على فترات شحيحه يعني او متباعده داخل منطقه جزاء بيراميدز. لم يكن موفقا بيراميدز في لقطتين، اللقطه الاولى هي لقطه ركله الجزاء التي لم يحرزها رمضان صبحي مع انه شاطها بحرفيه عاليه جدا، وضحك حتى علينا احنا شخصيا، انا قلت هيعملها الطريقه الطبيعيه بتاعته ببطن رجله في البعيده في الـ في, الـ في الزاويه اليمين عنده الشمال محمد عواد، عملها العكس فثبت محمد عواد، ولكن حظه كان وحش جدا انها ارتطمت في القائم يعني. امبارح رمضان صبحي ادوار ممتازه، مركز 10 انت بالظبط كده في مركز صناعه اللعب او في مركز تبادل الادوار مع ابراهيم عادل اللي كان مكلف اكتر ان هو يدخل داخل منطقه الجزاء، لانه امبارح يوريشيتش لعب بسيستم ممتاز جدا وهي فكره المهاجم الثاني طول الوقت، صديق اوجولا من ناحيه اليمين، لما الكوره بتبقى مايله ناحيه الشمال صديق اوجولا بيخش ناحيه اليمين عشان يبقى مهاجم تاني جنب فيستون مايلي، ولما بتبقى الكوره ناحيه اليمين بيدخل ابراهيم عادل كمهاجم تاني. الناحيه اللي هناك ما كانش مميز فيها قوي رمضان صبحي في الربط مع صديق اوجولا، بس في الربط مع ابراهيم عادل وتبادل الادوار ما بينهم كان ممتاز وخطير الى اقصى درجه. امبارح مباراه اعادت احياء قدرات رمضان صبحي اللي احنا عارفينه عليها، الفكر المميز اللي عند رمضان صبحي، الهدوء على الكورة، القدرات البدنية العالية، الكلام ده كله معانا. حتى انا شايف الشباب بيعرضوا البنالتيز وهي كانت مثيرة الى اقصى درجة، ما حدش بيضيع غير اخر كورة يعني مصطفى فتحي. ناصر ماهر، لا انا عايز بتاعة رمضان صبحي بعد اذن حضراتكم، لان هنتقل بعد كده لناصر ماهر. رمضان صبحي في فكرة الرقم 10، بصي السادة المشاهدين برضو يركزوا معايا، دي نقاط تمركز رمضان صبحي في الحصول على الكورة. حلو الكلام. إذا ما شفنا السهم فالسهم متجه من ناحية الشمال لليمين، يعني اتجاه هجوم بيراميدز ناحية الشمال، سوري ناحية اليمين. بصي رمضان صبحي موجود فين؟ موجود في خط الدفاع بيعمل التشتيت، موجود في عمليه الربط في نص الملعب، موجود في الرقم 10 اغلب الوقت، ولكن لم يكتفي بدور الرقم 10، تواجد
اغلب الوقت اللي كنت بقول لك عليه، تواجد اغلب الوقت في الوينجين عشان يعمل عمليه الربط او الدبل رول ما بين ان هو رقم 10 بيفتح على الوينج عشان يسمح للوينج ان هو يدخل داخل المنطقه فيبقى مهاجم تاني. طبعا كلها ادوار ممتازه من رمضان صبحي. انا امبارح كنت مبسوط بعوده رمضان صبحي لمستواه الطبيعي بعد الاحداث الكتيره اللي هي اكيد تلخبط وتحبط يعني. يعني إثارة الرأي العام عليه أو الرأي العام الأهلاوي عليه بعد ما تركهم وراح للبيراميدز، وهو حق الرأي العام الأهلاوي لأنه عايز يحتفظ بنجومه، ومن حق رمضان صبحي أنه هو يدور على مصلحته لأن احنا في عصر احتراف، فمن حق كل واحد أنه هو يفضل مصلحته أو يشوف مصلحته فين ويعملها. وبعدين الايقاف، وبعدين الاستبعاد من المنتخب، وبعدين الايقاف مره تانية، تفاصيل كتير قوي ممكن تهد اي لعيب. ولكن امكانيات رمضان صبحي انا مبسوط ان هو بيرجع تاني للواجهه، مبسوط ان هو بيرجع تاني للمستوى اللي احنا عارفينه عليه. اتمنى انه يستمر على المستوى ده عشان شويه شويه نشوفه في الحته اللي استحقها منتخب مصر او حتى احتراف او الكلام ده كله. خلينا ننتقل من رمضان صبحي الى الطرف الاخر، ابرز لاعب في نادي الزمالك هو ناصر ماهر بلا منازع. حتى امبارح بلال علام، كابتن بلال علام طبعا معلقنا الجميل سماه كوستا على اسم روي كوستا نجم البرتغال ونجم ميلان الشهير، يعني لان هو كان عنده الحرفانه بتاعت ناصر ماهر. وحتى ناصر ماهر في مرحله ما كان بيقول ان هو متاثر شويه بروي كوستا وان هو بيحب يتفرج عليه والكلام ده كله. الكوره من وجهه نظري في الاول وفي الاخير هي قرار، بمعنى امكانياتك قليله، امكانياتك عاليه، حريف مش حريف، فايتر مش فايتر، ايا ما كان ستايل لعبك عامل ازاي، اللي بيفرق اللاعب عن اللاعب هو القرار، توقيت القرار وجوده القرار وجوده تنفيذ القرار. فاهم قصدي؟ قرار انه ناصر ماهر بيغلط الاثنين اللعيبه محمد حمدي وابراهيم عادل يغلطهم بالشكل دوت ويرقص طريقه ما اعرفش جات له الفكره ازاي اصلا ان هو يعديها من ورا محمد حمدي ويلفها من الناحيه الثانيه. طبعا هو خطا من محمد حمدي لا يغتفر، من مدافع دولي من المفترض ان احنا بنعول عليه في ظل غياب احمد فتوح وفي ظل غياب عدد كبير جدا من لاعبي الباك ليفت تحديدا، فبنعول على محمد حمدي ان هو يكون دايما في التوب فور، فهو خطا لا يغتفر من محمد حمدي. ولكن القرار هي الفكره في ايه؟ بص بالظبط كده، هو ده اللي كنت لسه بتكلم عليه. فكره ان انت رايح على اثنين مش خايف من الموقف، بترقص وبتعدي وبتعمل العرضيه، سيف الدين الجزيري بيستغل العرضيه بشكل هو اللي مثالي. خلى كمان يعني الحركه اللي ناصر ماهر عملها تبقى مظبوطه قوي وممتعه قوي ان هي خلصت بالجول بالظبط، تحرك سيف الدين الجزيري وان هي انتهت ده بهدف، فبقت كلها متدروزه بالظبط. الفكره هنا في ايه؟ ان ناصر ماهر لم يكتفي فقط بالادوار اللي هي فكره ان هو بيلعب على الوينج، هو اغلب الوقت كان بيلعب على الوينج، ولكنه لم يكتفي بادوار ان هو بيلعب على الوينج اكتر، هو شويه خلى عبد الله السعيد يرجع يبقى رقم 8 ريجيستا في نص الملعب جنب زياد كمال، وبدا ناصر ماهر هو اللي يلعب دور الوينج لان هو كان نفس ما كان بيلعب يوريشيتش كان جوزيه جوميز بيلعب دبل رول لزيزو في ان هو يخش هو على قلب الملعب ويخلي ناصر ماهر هو اللي يطلع على الوينج. حتى لو جبنا الخريطه الحراريه بتاعه ناصر ماهر هنلاقي ان هو كتير جدا كان بيلعب على الوينج، ولكن فكره ان هو عنده الكرياتيفيتي في نص الملعب، انا بحب ناصر ماهر جدا. ليه؟ لانه ده اللي كنت بتكلم عليه. هنلاقيه اكتر مايل ناحيه اليمين ما فيهاش مشكله، ولكن هي الفكره هنا انه طول الوقت موجود في نص الملعب. ليه؟ انا بحب لعيب النص، يعني عبد الله السعيد عنده كرياتيفيتي، زياد كمال، دونجا عندهم الباور وعندهم الاستامينا عاليه. مفيش حد بيجمع ما بين الحتتين دول غير ناصر ماهر في الوقت الحالي. اللعيب اللي عنده معدلات جري عاليه جدا، عنده معدلات التحام عاليه جدا، وعنده كرياتيفيتي عاليه جدا، يعرف يرقص، يروح واحد على واحد، يعرف يعدي بالظبط كده، يعرف يديلك الباس يوديك على الجون، يعرف ينقل الملعب في الحته اللي احنا بنسميها البلايند سايد، او الفكره بتاعه ان انت بتجمع اللعبه في حته وبتنقل اللعبه في حته ثانيه. مميز جدا فيها. انا بالنسبه لي بلا منازع طرفي الرهان امبارح كانوا ناصر ماهر، رمضان صبحي، هارد لك رمضان صبحي وفريق بيراميدز قدموا مباراه ممتازه. زي ما بقول لك الحظ ما خدمهمش في لقطتين، اللقطه الاولى كانت ركله الجزاء، والركله واللقطه الثانيه كانت الغاء هدف يوسف اوباما في الثانيه الاخيره من المباراه اللي كانت هتحول دفه الامور انه بيراميدز هو يصعد الفاينل، فلم يكن موفقا بنسبه كبيره بيراميدز، ولكن قدم مباراه
تليق بالكره المصريه هو نادي الزمالك. الذي لا يليق بالكره المصريه هو ما حدث بعد المباراه، واللي بلوم عليه جدا ثلاث لعيبه، الاشتباك اللي حصل بعد المباراه والشغب اللي حصل ده. احنا يا جماعه طول الوقت بالنادي، احنا كبار الكره العربيه والافريقيه بمختلف اسامينا وبمختلف الفرق، احنا بنروح بنمثل مصر بصورتها الجميله. ما ينفعش على الاطلاق انه تصرف زي ده يصدر من لاعب بيمثل بلده في المقام الاول، هو بيمثل ناديه في المقام الثاني، في محفل شبه ده وسط متابعه كل الناس بالطريقه دي. فيعني جانبهم التوفيق في مثل هذا التصرف يعني. بكل تأكيد. طيب خلينا نروح للمباراة الثانية، النادي الأهلي وسيراميكا. وزي ما كنت بقول من شوية يعني سيراميكا خسر المباراة، ولكن كسب احترام الكل بعد لقاء قدم فيه كابتن أيمن الرمادي يعني كل ما هو صحيح. مطلوب، ولكن التوفيق لم يكن حليف صحيح. الفريق. تعليقك على هذه المباراة وعلى غضب الجمهور الأهلاوي وتعليق طبعا المحللين الكثر كان في الساعات الأخيرة عن انه لا يعني في مشكله واضح، اصبح مستر مارسيل كولر بينتقد على غير العاده في التوقيت الحالي في توقيت تغييراته يعني. بقى في بقى دلوقتي نقاش مفتوح اكتر عن صحيح. مستر كولر كان محصنا بالظبط وعنده ضمانه كده انت تمام اعمل اللي انت بس عايزه، بس بدا بقى يبقى دلوقتي الوضع مختلف يعني. بعض الاصوات بدات تطلع كده اللي هو باشا انت بتعك، فاهم قصدي؟ بس انا مش شايفه بيعك صراحه. ليه؟ وعذرا على الكلمه يعني الكلمه الدارجه، انا عندي، انا بتكلم بلسان الاهلي زي ما كنت بتكلم بلسان الزمالك وبيراميدز، هتكلم بلسان الاهلي الاول وبعدين اتكلم بلسان سيراميكا كليوباترا. انا عندي كاهلي معترك مهم جدا كمان كام يوم امام الزمالك، محمل بالشكوك من جانب جمهوري ومن جانب المحللين ومن جانب كل متابعين الكوره. انت خسران من جوزيه جوماز ماتشين على التوالي، هنستثني منهم المباراه التي لم تقام يعني، خسران مباراة الدوري وخسران مباراة السوبر الافريقي بتفوق كبير لصالح نادي الزمالك، على الرغم من كل المؤشرات كانت بتدل على انه مارسيل كولر والنادي الاهلي كفتهم اتقلت 100% جاهزين وواخدين افريقيا وبتقايلين كاس العالم للانديه وبيعمل كل 3 4 ايام صفقه وعنده استقرار، ما عندوش مشاكل ولا قيد راح ولا قيد جه وقف، الحاجات اللي هي تبقى خالص. متعبه ذهنيا حتى لسه بقول لك، وبيعمل كل 3 4 ايام صفقه جديده بمبلغ كبير عشان ما عندوش ايقاف قيد وعشان عنده استقرار، فالرعاه بيحبوه والكلام ده كله. فلم يكن من المتوقع على الاطلاق ان انت تقدم المستوى الهزيل اللي قدمته في مباراه الزمالك امام الزمالك في مباراه السوبر الافريقي. الشكوك دلوقتي والضغط اكبر بكتير على الاهلي من الزمالك او من اي فرقه موجوده من الرباعي المشارك في كاس السوبر المصري. انا شايف انه الفكره هنا ان انت عندك معترك امام الزمالك كمان كام يوم، وبعدين اللي هو يوم الخميس، وبعدين يوم الثلاث اللي بعده عندك المعترك الاهم من وجهه نظر كل متابعي الكره المصريه ومتابعي الاهلي تحديدا في كاس العالم للانديه او في الانتر كونتيننتال بمسماه الجديد يعني، امام العين الاماراتي اللي بيتوعد اوريدي الاهلي وعمال طالع احنا العين احنا مش فلان ولا فلان ولا فلان، انت هتيجي تقابل هو المباراه على ارضنا يعني، بس هم هتقابل يعني هو بيتكلم بلسان العين، انت هتيجي تقابل وحش الوحوش. فهو محمل بضغوطات كبيره جدا وبشكوك كبيره جدا كان يجب عليه، وانا شايف انه صادفه التوفيق في اختيار طاهر محمد طاهر اللي الناس كلها بتنتقده. دي حقيقة. مارسيل كولر عنده مشكله مرعبه بعد رحيل محمد عبد المنعم، وهي فكره الخروج بالكوره من ورا. وانا بالمناسبه في اخر مره كنت معاكم هنا في صباح اون وقلت على كنا بنتكلم على صفقات والكلام ده كله، وقلت انه الاهلي حتى الان لم يعوض رحيل محمد عبد المنعم، وهتكون عنده مشكله كبيره في الخروج بالكوره، وتم انتقادي بشكل كبير عشان وجود رامي ربيعه اللي هو القادر على ارسال الكرات الطوليه. هنا انا عايز اقول على حاجه مهمه جدا، الفارق ما بين ارسال الكرات الطوليه او اتقان الكرات الطوليه وانا مرتاح غير البيلد اب او غير سيستم البيلد اب تحت ضغط. سيستم البيلد اب تحت ضغط بيحتاج لاعب مدافع بمهارات معينه زي ابراهيم سعيد، زي وائل الاباني، زي محمد عبد المنعم، اللي هم اللعيبه اللي عندهم البول كنترول عالي، اللي يعرف يقف على الكوره ويبص واحد على واحد، يعرف يلم ويعدي، يعرف يموه بجسمه ويروح الناحيه الثانيه، عنده القدرات الفرديه وعنده الباس مميز. ده اللي اقدر اقوله عليه ان هو مميز في عمليه البيلد اب بالظبط كده. ولكن رامي ربيعه لا انتقص من دوره على الاطلاق، واحد من اهم نجوم الاهلي في الموسم اللي فات، مقدم مستوى دفاعي ممتاز مع الاهلي وحتى هجومي لانه هو احرز اهداف بالظبط كده. بس هي الفكره
انا بقارن ايه بايه، او انا دلوقتي المسطره بتاعتي بقيس على ايه؟ انا بقيس على قوته الدفاعيه لا خلاف عليها، انا بقيس على قوه السيستم بتاع الاهلي ومشاركه رامي ربيعه في عمليه البيلد اب مش موجوده. وهنا مارسيل كولر حتى الان لم يتمكن من ايجاد اللاعب البديل اللي يقدر ينزل لتحت عشان يستلم الكوره ويبدا هو يدور الملعب. ميلان في الحقبه بتاعه من 2003 ل 2007 كان الكل يتوقع كان عنده ثلاثي في خط الوسط. دي ارقام طاهر محمد طاهر. انا هرجع طاهر. طبعا انا هرجع طبعا لطاهر لان بص انا لازم احنا قدامنا دقيقه و20 ثانيه ممتاز. شوف بقى توزعها ازاي. ممتاز ميلان في الحقبه ما بين 2003 و2004 كان الجميع يعتقد انه جاتوزو هو اللي بيلعب السته الدستروير وقدامه بيرلو وسيدورف، بس الحقيقه ان كارلو انشيلوتي كان بيلعب ببيرلو عشان هو لاعب حريف وعنده الامكانيات وعنده البول كنترول عالي والباس عالي، فكان بيرلو هو اللي بيلعب السته وجاتوزو بيلعب دستروير قدامه او بيلعب هو الثمانيه اللي قدامه. هنا مارسيل كولر لازم يبقى عنده الفرايتي بتاع ان هو مفيش مشكله انه يرجع امام عاشور، لو امام عاشور هو اللي هيحل له المعضله بتاعه الخروج بالكوره ممكن امام عاشور يلعب الدور ده، ممكن عمرو السوليه هو اللي يلعب الدور ده، ممكن يسيب ال 4 3 3 خالص ويلعب بال 4 2 3 1 عشان يلعب بدستروير وجنبه واحد يقدر يبني اللعبه من تحت، فهي محتاجه توظيفه مختلفه. طاهر محمد طاهر سريعا وامكانيات طاهر، كل من قال على طاهر محمد طاهر يعني انا هنا بنتكلم على لاعب بيلعب بدور المهاجم، بينزل بيلعب المحطه بره المنطقه، بيرجع في نص ملعبه عشان يعمل الدور الدفاعي. قدر ان هو يكسب التحامات هوائيه 3 من اصل 6 ويكسب التحامات ارضيه 3 من اصل 5، فهو متفاعل مع كل كوره وموجود على الارض. اللقطه الاولى في المباراه بيلتحم وبيشتبك مع كوره ميته اساسا، طب اللقطه الثانيه بتتفضله المساحه هو بيروح في الحته المظبوطه التوقيت المظبوط بيشوط عطية الله رفعها ممتازه في مكان كان اوريدي واقف فيه لعيب، اللعيب ده جري عشان يشد معاه خط الدفاع ففضيت الحته دي فطاهر جه في اقل من ثانيه قدر ان هو يحط الكوره. انا شايف انه طاهر مش دلوقتي بالمناسبة، أنا من المواسم الماضية، لأنه طاهر أكثر اللعيبة التزاما بكل الأدوار اللي بيكلف بيها. بدنيا حاضر طول الوقت، أكثر لاعب بيتحمل الضغوط بالظبط كده، لاعب قوي جدا قدر إن هو يفرض نفسه على مارسيل كولر إن هو ما يمشيش بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى إن هو يرحل عن النادي الأهلي. النهارده هو السبب الرئيسي في تأهل النادي الأهلي إلى مباراة المباراة النهائية. فشابوه طاهر وشابوه مارسيل كولر بالمناسبة. بنحيي طبعا طاهر محمد طاهر وأي لاعب بيتحمل الضغوط والجماهير اللي بتكون ساعات قاسية جدا جدا، وبعض المحللين برضو بيبقى في فرق بين الانتقاد وما بين تطاول، فدي برضو من النقاط صحيح. المحزنه اللي ساعات بنشوفها. بالظبط. انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا، وان شاء الله يوم الخميس نتابع مباراه ممتعه اخلاقيا اخلاقيا في المقام الاول، هنحط ده قبل الكوره حتى. انا ممكن اقول على حاجه؟ اتفضل. زي ما كنت بنتقد تصرف لاعبي الزمالك بنتقد تصرف لاعب الاهلي كهربا محمد امام كهربا في الخروج عن النص، فيعني احنا مش عارفين لسه ايه اللي بالظبط حصل، بس واضح انه حاجه كبيره كبير جدا. بس أكيد. ان انت تطلع بيان الساعه 7 الصبح بترحله لمصر او باعادته الى مصر والقاهره والغرامه الكبيره، ده واضح انه عمل حاجه كبيرة. فبنتقد برضو تصرف كهرباء في الخروج على النص حتى وان كان بشكل مقفول، بس برضو لازم ينتقد عليها يعني بكل تاكيد. الاحترام المتبادل هو اصلا سمه الرياضه في الاساس. انا بشكرك مره ثانيه خالد عامر الناقد الرياضي كان في ضيافتنا النهارده. تحياتي لحضراتكم مشاهدينا الكرام، وغدا باذن الله لقاء يتجدد مع حضراتكم. الى اللقاء.